إعطاء إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر في ولاية ورقلة ابتداء من وانطلاقا من بلدية حاسي مسعود، باعتبار أن أكبر المحيطات متواجدة في حاسي مسعود، وحاسي مسعود فيها المنتج الفلاحي أكبر. نتواجد اليوم بالمزرعة المستغلة من طرف مجموعة مدار أجري فود، التي انطلقت السنة الماضية بسبع محاور، سبعة نتاع لي بيفو، وأنتجت أكثر من 13,000 قنطار. هذا العام راهم يديروا 25 بيفو، وإن شاء الله الإنتاج يكون أكبر. إن شاء الله هذا العام نحرثوا أكثر من 8,000 هكتار.